مرحبا أصدقائي، وأهلا وسهلا بكم، وكل عام وأنتم بألف خير في ثاني أيام عيد الفطر السعيد. نلقاكم في حلقة جديدة ومغامرات جديدة ونهفات فريدة وضحكات ومواقف كثيرة كثيرة، وطبعا أصدقاء جدد نحن نرحب بهم هنا في الاستوديو من جمعية أحباب الله. هيا فلنصفق لهم، هيا صفقوا لأنفسكم، أهلا وسهلا بكم. إذن أصدقائي، لا تنسوا أننا طبعاً نلتقي بكم في كل أيام العيد ما بين الساعة 4 وحتى 5، وطبعاً أصدقائي مع الأصدقاء جدد وفرحة جديدة ومغامرات جديدة ومسابقات. اليوم كما فعلنا بالأمس لدينا فريقين، فريق الأبطال، هيا حيوا فريق الأبطال، وفريق المستكشفين. ولكن قبل ذلك طبعا لن ننسى صديقنا الذي ينتظر الآن وهو متشوق جدا لرؤيتكم أصدقائي. صديقنا من؟ سندباد، فلنادي عليه. 1 2 3 سندباد، يا سندباد، ها هو سندباد يظهر أمامكم، هيا سلموا عليه جميعا. يا سندباد، حسنا، يبدو أن سندباد لا يرانا أو لا يسمعنا، يبدو أنه في مكان بعيد جدا، لا يهم. ماذا تريدون أن تقولوا لسندباد؟ كل عام؟ نعم، كل عام وأنت بألف خير. إذا أصدقائي فلنرى الآن مجموعة أنا من وصلت، ها هنا أنا، هيا نادوا على سندباد مرة أخرى. أول يا ميس أنا أسمعك. حسنا، أهلا أهلا يا سندباد. سندباد أخبرني أين أنت الآن وماذا تفعل؟ أنا عند أصدقائي، زرت الكثير من الأصدقاء في كل الدول. يا سلام، ما أجمل العيد في كل بلاد المسلمين. وأريد أيضا أن أسلم على أصدقائي عندك بالاستوديو يا ماي. هيا قولوا مرحبا لسندباد جميعا، 1 2 3 مرحبا. أهلا يا أهلا يا أهلا أهلا يا أهلا يا أهلا أهلا يا أهلا يا أهلا. حسناً حسناً يا سندباد، نحن سعيدون بك جداً. حسناً، هناك بعض الأصدقاء وهناك صديق متحمس جداً لكي يسلم عليك. يا سلام، من يا ميس؟ ما هي؟ هيا هيا أخبريني. ها هو صديقي، ها هو. مرحباً، ما اسمك؟ هيا انظر إلى الكاميرا هنا. محمد. اسمه محمد. أهلاً يا محمد. وتحية سندبادية. محمد يا محمد. هيا صفقوا محمد يا محمد. أيوه هي محمد. أيوه هي محمد. سندباد، كل عام وأنت بخير صديقي. يقول لك كل عام وأنت بخير. العام أريد حماسا يا محمد. هيا هيا، أريد حماسا. أين أنت الآن؟ أين أنت الآن؟ لا أستطيع سماعك. هيا أريد صوت أعلى. أين أنت الآن؟ أين أنت الآن يسألك محمد؟ أنا في بلاد السند عند أهلي وأصدقائي، إنهم يسلمون عليكم جدا. ونحن نسلم عليهم، هيا جميعا سلموا على أصدقاء سندباد. حسنا. شكرا لكم أصدقائي. حسنا يا صديقي يا سندباد. إذا ستكون معنا اليوم طوال الحلقة. أخبرني سندباد، هل زرت بلدانا عربية كما أخبرتني قبل قليل أنك زرت، صح؟ نايس، بالتأكيد لقد زرت صديقا لي في ليبيا. كان العيد عندهم جميل. أتدرين يا ميس، يحضرون حلوى مختلفة عنا. وما هي حلواهم يا ميس؟ تسمى الفطيرة والدبلة. وهي فطيرة ليبية، شكلها لوبي الشكل، يغطيها السمسم. يا سلام، كم هي لذيذة. أكلت منها الكثير. انتبه سندباد. أيضا يا ميس، أتعرفين ماذا يحضرون؟ ماذا أيضا؟ الغريبة. وحلوة اسمها صعب، أتوقع اسمها الصويبعات، شيء من ذلك. وهي مليئة بالفستق واللوز، اللذيذ، لذيذ جدا يا ميس.
آها حسناً حسناً، شوقت لي أن أذهب في العيد إلى ليبيا يا صديقي، ولكن عندما تعود يحبونك جداً ويتابعوننا ويسلمون عليك جداً جداً جداً. طبعاً ونحن نسلم على أصدقائنا في ليبيا. سندباد، عندما تعود أحضر لي والأصدقاء الكثير من الحلوى. هذا إن لم أكلها جميعها. تأكلها جميعاً؟ لا يجوز يا سندباد، سوف يؤلمك بطنك إذا أكلتها كلها. لا أتوقع، فأنا أحب عيدتي كبيرة. سنرى بعد العيد سوف تأتي. يا ميس، بطني يؤلمني، تذكر هذا. سوف نرى إذن. حسناً حسناً، إذن يا أصدقائي طبعاً بالتأكيد اليوم سوف نبدأ المسابقات مع أصدقائنا، مع فريق المستكشفين وفريق الأبطال كما ترونهم. وطبعاً أصدقائي سوف نبدأ المسابقات، ولكن بعد الفاصل. ابقوا معنا ابقوا معنا بعد الفاصل. لكم أصدقائي، وطبعا سوف نبدأ الآن المسابقات ولنرى اليوم من سوف يفوز معنا، أي فريق. في حلقة الأمس تعادل الفريقان، في حلقة اليوم سنرى ماذا سيحدث. ومعنا هنا صديقة، تفضلي صديقتي، هيا فلنتعرف عليك أكثر في البداية. اجلسي هنا، تفضلي صديقتي. ومرحبا صديقتي، نتعرف عليك، ما اسمك؟ أماني. أماني، أهلا وسهلا بأماني، هيا صفحوا لأماني. أماني كم عمرك؟ 8 سنوات. حسناً أماني، أخبريني على من تحبين أن تعيدي في العيد؟ على سندباد. أها سندباد، 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 أين أنت؟ سندباد. أنا هنا. أها معنا صديقتنا أماني. أماني حسناً. أهلاً أماني. يا أماني، هيا تحية سندبادية. وأماني هي أماني، أماني هي هيا أماني، صفحوا. هيا أماني هي أماني، حسناً حسناً، شكراً لك سندباد. وعلى من تحبين أن تعيدي من أقاربك أو من أصدقائك؟ أمي. أها والدتك، ماذا تقولين لها؟ كل عام وأنت بخير أمي. أها نعم، ونحن أيضاً نسلم على والدتك ونقول كل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنت بخير والدة أماني. حسناً، إذن يا صديقتي يا أماني، هل أنت مستعدة للفوز معنا اليوم؟ نعم. وأنتم فريق المستكشفين، هل أنتم مستعدون للفوز اليوم؟ قلوا نعم. 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 حسناً، إذن فلنرى المسابقة الآن، وهي مسابقة، تفضلي امسكي الميكروفون ولكن بحذر. اتفقنا يا صديقتي. مسابقتنا هي احسب بسرعة، هي مسابقة رياضيات، سوف تظهر في أسفل الشاشة نتيجة، وعليك أنت أن تعرفي ما هي المسألة التي تعطينا هذه النتيجة. أصدقاؤها من نفس الفريق يمكنكم أن تساعدوها، يجب أن تساعدوها، اتفقنا؟ هيا حتى تفوزوا، اتفقنا؟ هيا إذن لنرى المسابقة الآن. ما هي المسألة التي تعطينا النتيجة 10؟ 5 زائد 5، 5 زائد 3، 1 زائد 8. 5 زائد 5. 5 زائد 5 و إجابة صحيحة. هيا صفقوا لأماني، أحسنتي. هيا فلنغني لها، هيا صفقوا جميعا. هذا هو الحل الصحيح، يا ذكي ويا فصيح، أحسنتي. حسنا يا صديقتي، ألف مبروك ونقطة لفريق المستكشفين. هيا حيوا أنفسكم ولنغني الآن. مبروك 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 مبروك، نادي صحبك ليهنوا. مبروك 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 مبروك، نادي صحبك ليهنوا. إذا أحسنتم، أحسنتم يا فريق المستكشفين، أحسنتم، فأول نقطة لكم. أما أنتم الآن، هل أنتم مستعدون للفوز معنا اليوم؟ يبدو أنكم مستعدون جيداً. تفضلي صديقتي، تفضلي هنا. هيا صديقتي،
في البداية نتعرف على اسمك يا صديقتي. عائشة. عائشة، أهلا وسهلا يا عائشة. عائشة انظري إلى الكاميرا هنا، هل رأيتي؟ أها. حسنا عائشة، كم عمرك؟ 10 سنوات. 10 سنوات. وعائشة على من تحبين أن تعيدي بالعيد؟ على سندي. على؟ على سندباد. على سندباد. سندباد أين أنت؟ يا سندباد، سندباد. أها، ها هو سندباد. عيوش. عائشة يا عيوش، عائشة يا عيوش، أيوه عائشة يا عيوش، كل عام وأنت بخير صديقتي الغالية. يا أجيبي سندباد، قل له أنت بألف خير. أنت بألف خير. يا سلام، ملابسك جميلة جدا. حسنا، أخبريني عائشة، من اختار لك ملابس العيد؟ أنت اخترتيها أم من؟ أها، صديقتك هنا؟ أنت ساعدتها في اختيار ملابس العيد. أها، رائع. إذن ما اسمك؟ رؤى. إذن تحية لرؤى، هيا صفقوا جميعا لرؤى. شكرا يا رؤى. وهل أحببت الملابس التي اخترتها لك رؤى؟ نعم. أها، ماذا تريدين أن تقولي لرؤى إذن في العيد؟ شكرا لك. شكرا يا رؤى، شكرا. حسنا، أما الآن هل أنت مستعدة للفوز معنا اليوم؟ نعم. لا لا، بصوت مرتفع، هل أنت مستعدة للفوز معنا اليوم؟ نعم. أها، أحسنتي. إذن فلنرى الآن على الشاشة هنا، ما هي المسابقة التي سوف تكون معك اليوم؟ هيا أيتها فستق، فستق أثر لنا المسابقة. فلننادي على فستق، 1 2 3. يا فستق، يا فستق. يبدو أن فستق ما زال. أها، ها هو ظهر فستق. إذن أيضا مسابقة الرياضيات صديقتي، فلنرى الآن، هل فهمت اللعبة صديقتي؟ أها، ما هي المسألة الحسابية التي تعطينا النتيجة 0؟ ليست واضحة. حسنا، فلنرى الآن المسابقة. أها، هل هي 7 ناقص 2، 3 ناقص 1، 3 ناقص 3، أم 5 ناقص 3؟ أي واحد؟ هيا يمكنكم أن تساعدوها. هيا، 3 ناقص 3. أها، صديقك يقول 3 ناقص 3. صح. أها، 3، قولي 3. 3 ناقص 3. أحسنتي، أحسنتي. هيا صفقوا لأنفسكم، والحل الصحيح يا أحسنتي. هيا صفقوا، صفقوا. هذا هو الحل الصحيح. يا ذكي ويا فصيح. أحسنتي، أحسنتي يا عائشة، وأحسنتم أنكم ساعدتم عائشة. وبهذا تصبح نقطة لفريق المستكشفين ونقطة لفريق الأبطال. هيا صفقوا لأنفسكم مرة أخرى. الآن سنتعرف أكثر على أصدقائنا هنا في الاستوديو، ولنبدأ من فريق المستكشفين. فلنتعرف على صديقتنا هنا. حسناً، سأقف أنا هنا. أها، حسناً، صديقتي نتعرف عليك أكثر. أهلاً وسهلاً برؤى. رؤى، كم عمرك؟ 11 سنة. أهلاً وسهلاً صديقتي. صديقتي في البداية، على من تحبين أن تعيدي في العيد؟ على الجميع. أها، أهلي. أها، سندباد. وسندباد، سندباد، هل سمعت اسمك؟ سندباد، هيا فلننادي على سندباد. سندباد. أها، موسيقى حضور سندباد. أنا هنا، أنا هنا. رؤى معك يا صديقي. أهلاً يا رؤى. رؤى، هي رؤى. هيا صفقوا، أيوة. صفقوا. رؤى، رؤى، هي رؤى. هي سلام. أيوة. رؤى، هي رؤى. يا سلام. يا سلام، يا سلام. أهلا يا صديقتي رؤى. ماذا تريدين أن تقولي لسندباد؟ كل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف ألف 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 خير. سندباد ركز معنا، ما بك. حسنا يا سندباد، صديقتنا رؤى اختارت ملابس بعض الأطفال، ساعدتهم في اختيارها، أليس كذلك؟ أها، ولمن اخترتي أيضا؟ عائشة. ومن؟ عائشة. أها، ومن؟ لطفلك يعني امبارح. أها، حسنا، وهل تساعدينهم دائما في اختيار الملابس؟ احيانا. وانت من اختار لك ملابسك؟ انا واختي طبعا. اها، حسنا، جميل. ميس ميس ميس، اريد ان اسال الاطفال. اتفضل. ما رايكم بملابس العيد؟ ما رايك بملابس سندباد؟ جميله. جميله، جميله. يا سلام، بصراحه انا الذي اخترتها بنفسي. نعم، فانا نعم. انيق. بدا
بدأنا الإبداعات الآن. حسنا مبديع طبعاً ورائع طبعاً ومميز. حسنا السندباد فهمنا. أنا السندباد. ومن أنا؟ من أنا؟ أنا السندباد. هيا صفقوا له. صديقكم صديقكم. أفتح في قلبكم الباب. شكراً 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 أصدقائي. حسناً شكراً لك يا رؤى. رؤى وعلى من أيضاً تحبين أن تعيدي في العيد؟ بالتأكيد علي أصدقائي. علي يا ميس بالتأكيد إنها تعيد علي. حسناً صديقتي أخبريني ما هو أكثر. أين الكعكة والمعمول؟ سندباد عندما تنتهي الحلقة نأكل الكعكة والمعمول. وأنت أصلاً أنت ما دخلك، أنت لست موجوداً معنا اليوم. ابعتي لي إياهم يا ميس. إذا أحضرت لي الحلويات من ليبيا أنا والأصدقاء نطعمك بعض المعمول، ما رأيكم؟ أها موافقون. أفكر بالموضوع يا ميس. حسناً اذهب واشتري المزيد من الحلويات حتى نتحدث قليلاً مع صديقتنا رؤى. رؤى صديقتي، إلى اللقاء سندباد. إذن صديقتي رؤى، ماذا كنت ما هو أكثر شيء تحبين أن تفعليه بالعيد؟ أني أشوف عيلتي وقرايبي أصدقائي. تحبين زيارة الأقارب والأصدقاء. حسناً وعند من تحبين أن تذهبي أكثر؟ عمتي. عند عمتك. حسناً إذن يا عمة رؤى كل عام وأنت بألف خير من هنا من التلفزيون الأردني. رؤى معنا اليوم، شكراً لك يا رؤى. وسوف نرى صديقتنا هنا صاحبة الأساور الجميلة جداً، فلنرى أساورها. انظروا أصدقائي ما أجملها، لابد أنك صنعتيهم بنفسك أليس كذلك؟ نعم. هل تحبين صنع الأساور والإكسسوارات؟ نعم. جميل. ولم يساعدك أحد؟ أي الألوان المفضلة لديك؟ اللون الأحمر. حسناً ما رأيك أن ترفعي يدك قليلاً إلى الشاشة حتى نراهم؟ انظروا أصدقائي ما أجمل الألوان، أخضر وبرتقالي وأحمر وأبيض، جميل جداً. حسناً وقلتي لي ما هو اللون المفضل لديك؟ أحمر. أحمر حسناً وهو رائع جداً فعلاً. وهنا أيضاً ألوان الزهري الوردي، لا تريهم لسندباد، سوف يطلب واحدة بعدها، أم سوف تصنعين له واحدة؟ أصنع واحدة. سندباد سوف تصنع لك واحدة يا سندباد. سندباد يبدو أن سندباد ذهب. هو أنا أسمع كل الحديث يا ميس، ولكن أريد أن أعرف إلى أين ستصلين. لماذا تقولين لصديقتي ألا ترين الأساور؟ قولي. هل سمعتني؟ بالتأكيد فأنا السندباد، لدي أذان في كل مكان. حسناً آسفة آسفة سندباد، ولكن اعتقدت أنها ربما لا تريد أن تعطيك من الأساور. لا أريد أساور، أريد حمراء صفراء أبيض، وماذا أيضاً يا سندباد؟ أريد أخضر وبنفسجي. سندباد قلنا واحدة واحدة لو سمحت. واحدة كم واحدة ستعطينا سندباد؟ اثنتان. اثنتان معك اثنتان. ماذا تريد ألوانهم؟ أريد اللون الزهري واللون الأبيض. الزهري والأبيض، ماذا تريدي أن تقولي له؟ ولا حسناً سندباد. حسناً. ما اسمها؟ أنا لم أسمع ما اسمها. إنها صديقتنا أماني. أماني هي أماني. هيا هيا صديقتي. أماني هي أماني. أماني هي أماني. وأماني يا أماني. حسناً حسناً. إذن يا أماني أخبرينا على من تحبين أن تعيدي في العيد؟ سندباد وأمي وصحباتي. وما أسماء أصدقائك؟ رزان. رزان. وراما. وراما. ورغد. ورغد. ومروة. ومروة. ورهف. ورهف. فقط. إذن تحية لكل أصدقاء أماني من هنا من التلفزيون الأردني من برنامج المستكشف الصغير. إذن يا صديقتي شكرا لك. شكرا أماني. ولنرى هنا صديقنا المميز جدا. مرحبا يا أبو الشباب، كيف حالك؟ تفضل امسك الميكروفون. ما اسمك صديقي؟ عبد القادر. عبد القادر أهلا وسهلا. هيا تحية لعبد القادر. إذن يا صديقي يا عبد القادر على من تحب أن تعيد في العيد؟ أمي. على والدتك أحسنت. وأبوي. ووالدك أحسنت، رائع. ومن أيضا؟ وأختي. وسندباد. وسندباد اظهر. هيا أيها السندباد اظهر.
اظهر ايها السندباد. هي نادي على السندباد. عبد القادر، عبد القادر، عبد القادر، يا سلام يا عبد القادر يا سلام. حسنا يا صديقي يا سندباد، ماذا تريد ان تسال سندباد؟ هل تريد ان تساله شيئا؟ قل له لماذا انت لست موجود هنا؟ لماذا انت مش موجود هنا؟ لماذا انت لست موجودا هنا صديقي؟ انا ذهبت لأسلم على امي وابي واختي واخوي وعمي ومن ايضا يا سندباد وكل الاصدقاء، وبنفس الوقت ذهبت لازور بلدان العالم الاسلامي والعربي لارى كيف اجواء العيد. فمثلا ميس وصديقي عبد القادر، اتعرف الى اين ذهبت ايضا؟ قل له الى اين؟ لاين؟ ذهبت الى العراق. اتدرون ما وجدت عندهم؟ ماذا؟ ماذا؟ وجدت الألعاب في كل مكان، دواليب الهواء والمراجيح، يا سلام، ينطلقون إليها الأطفال يلعبون بها ويفرحون إذن ويغنون. إذن عبد القادر، هل تحب الألعاب؟ هل تحب الذهاب إلى الألعاب؟ وما هي لعبتك المفضلة؟ هل هي الدودة أم الدولاب أم السيارات؟ السيارات. نعم السيارات، بطل السيارات يا عبد القادر. عبد القادر أخبرني، إلى أين تحب أن تسافر؟ ما هي البلد المفضل لديك تحب أن تسافر لها؟ حديقة. الحديقة، تحب أن تذهب إلى الحديقة، وماذا تفعل في الحديقة أخبرني؟ نلعب. ماذا تلعب؟ كرة القدم. كرة القدم، حسنا. وأخبرني، من كنت تشجع في كأس العالم؟ من كنت تشجع في كأس العالم؟ البرازيل، ألمانيا، الأرجنتين؟ أرجنتين. الأرجنتين، حسنا. إذا شكرا لك يا عبد القادر. أصدقائي ابقوا معنا، ما زلنا مستمرين بالمزيد من المغامرات والمنافسات، ولكن بعد الفاصل. أصدقائي عدنا لكم من جديد، ومع أصدقائنا هنا في الاستوديو من جمعية أحباب الله. والآن سوف نرجع لكي للمسابقات، ولكن سأتحدث قليلا مع الفريق، فريق الأبطال، بعضا من فريق الأبطال. هنا لدينا توأم في الاستوديو، فلنتعرف عليك صديقي، ما اسمك؟ معتصم. معتصم، كيف حالك معتصم؟ الحمد لله. معتصم كم عمرك؟ 6 سنين. 6 سنوات، حسنا. أخبرني صديقي، على من تحب أن تعيد في العيد؟ على سندباد. على سندباد، نعم، حسنا. هل تريد أن تتكلم معه؟ حسنا، إذا فلنادي على سندباد. هيا فلنادي على سندباد. سندباد، أين أنت يا صديقي؟ سوف يظهر الآن السيد سندباد. ومرحبا مرحبا مرحبا. حسناً سندباد، معتصم هنا يريد أن يعيد عليك، ماذا تريد أن تقول لسندباد؟ كل عام وأنت بخير. وأنت يا صديقي بألف خير، سأغني لك أغنية. هيا فلنسمع. معتصم يا معتصم. هيا صفقوا. معتصم يا معتصم. أيوه أيوه أيوه. يلا يلا يلا. أين الحماس؟ ما هذا؟ أين الحماس؟ أريد حماساً بالاستوديو. يبدو لي أنني لست موجوداً بالاستوديو، لا تحسون بالحماس؟ لا لا لا، هناك الكثير من الحماس بالاستوديو، ولكن ربما لا تراه جيداً يا صديقي. حسناً. لا أرى الصفقة على الدبكة. حسناً سندباد، هنا معنا توأم، هل رأيت أنه معتصم وصديقنا؟ محمد. محمد، محمد كيف محمد. حالك؟ الحمد لله. محمد يا محمد. هيا صفقوا صفقوا. محمد يا محمد. محمد يا محمد. محمد يا محمد. حسناً محمد، كيف حالك؟ الحمد لله. حسناً محمد، أخبرني، على من تحب أن تعيد في العيد؟ سندباد. على سندباد، وعلى من أيضاً؟ على أبوي.
على والدك، ونحن ايضا نحيي والدك. ومن اصدقائك من؟ وعلى من؟ على معتصم. على أخيه معتصم طبعا بالتأكيد. إذا يا صديقي، ما رأيك أن تأتي هنا معنا لكي نلعب المسابقة؟ هيا صديقي. أحسنت. حسنا، لا بأس، اجلس صديقي وتفضل الميكروفون. وهل أنتم مستعدون لكي نفوز الآن؟ لا لستم مستعدون أبدا أبدا. هل أنتم مستعدون لكي نفوز الآن؟ أنتم رائع. إذن فلنرى المسابقة الآن. سندباد يمكنك أن تساعدهم. هيا لنبدأ المسابقة. أنتم تستطيعون أن تساعدوا محمد. فلنبدأ المسابقة إذن. ومسابقة ماذا؟ لديك مجموعة من الأحرف، وفي أسفل الشاشة مجموعة من الكلمات. يوجد خمس كلمات تتكون من هذه الأحرف. هل تراها؟ هيا أصدقائي يمكنكم أن تساعدوه. انظروا إلى الشاشة. هل نستطيع أن نكبر الشاشة لأننا لا نرى شيئاً؟ شكراً. تفضل صديقي. ميسل أستطيع المساعدة؟ نعم، هيا ساعده سندباد. هيا أصدقائي. قل رقم خمسة. قل، هل قل صحيحة؟ قل صحيحة؟ لا. صحيحة، نعم. وماذا أيضاً؟ عاقل. إنها سهلة. عاقل، نعم، عقل. أحسنت، هيا عاقل. وقال، أحسنت، نعم. قال. وماذا أيضا؟ قلعة. قلعة وعقل. أي قلعة؟ وعقل. أحسنتم أصدقائي. يا سلام، نعم. عليك يا محمد. خمسة إجابات. حل الصحيح يا صديق الأنفسكم. هيا يا ذكي ويا فصي، هذا هو الحل الصحيح. يا ذكي ويا، هيا صديقي قل للكاميرا أنا الفائز. هيا أنا الفائز واسمي مهند، فلنقل له مبروك. هيا مبروك 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 مبروك. هيا صديقي نادي صحبك ليهنوك. مبروك مبروك مبروك. هيا أكثر نادي صحبك ليهنوك. شكرا لك يا صديقي، شكرا. تفضل مكانك. شكرا لك يا صديقي. إذا يا أصدقائي، إذا أصبحت هذه نقطتان لفريق الأبطال، وما زال هناك نقطة واحدة لفريق المستكشفين. فليتفضل للفريق، تفضلي صديقتي رؤى، تفضلي إلى هنا ولنلعب اللعبة الآن. إذا أين أنت أيتها المسابقة؟ المسابقة أين هي المسابقة؟ فستق، يبدو أنك نعسان. نعم، هيا يا فستق أثر لنا اللعبة. نريد الشاشة كاملة لو سمحتم. خمسة كلمات، هيا يمكنكم أن تساعدوها. انظروا إلى الشاشة جيدا. دار أحسنتي، رائعة. وماذا أيضا؟ مضار. مضار أحسنتي. مار. مضمار، رائعة صديقتي، رائعة. مار. رقم ثلاثة. مار، وبقيت واحدة. ماض. ماض، وإجابة صحيحة. صفقوا لأنفسكم، رائعة رائعة يا رؤى. الوقت قياسي. هذا هو الحل الصحيح. مبروك. هيا صفقوا. نادي صحبك ليهنوك. مبروك 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 مبروك. نادي صحبك ليهنوك. إذا أصبحت هناك نقطتان لفريق المستكشفين ونقطتان لفريق الأبطال. سوف نلعب مسابقة أخيرة اليوم، ولكن قبل ذلك سأتحدث مع مجموعة من الأصدقاء هنا، نتعرف عليهم أكثر. وهناك صديق متحمس جدا، رأيته كثيرا متحمس. ما اسمك صديقي؟ عبد الحي. عبد الحي، تحية لعبد الحي. عبد الحي كم عمرك؟ 6 سنين. 6 سنوات. أخبرني يا عبد الحي، على من تحب أن تعيد في العيد؟ سندباد. على سندباد، هيا فلتنادي على سندباد. 1 2 3 سندباد. هيا سندباد، أين أنت؟ عبد الحي يا عبد الحي. هيا صفقوا. عبد الحي يا عبد الحي. أيوه أيوه الحي. هيا صفقوا. أيوه أيوه. حسنا أهلاً يا أهلا أهلا. حسنا صديقي عبد الحي، أخبرني ما هو أكثر شيء تحب أن تفعله بالعيد؟ إيش أكثر شيء تحب تعمله بالعيد؟ أبوي. أكثر شيء تحبه أصلاً أبوك. رائع، أنت رائع. حسناً،
وماذا وإلى أين تحب أن تذهب في العيد؟ أمي. عند والدتك، أحسنت. وإلى أين أيضا؟ إلى الألعاب مثلا. هل تحب أن تذهب إلى الألعاب؟ وبماذا تحب أن تلعب؟ الملاهي. أها، وما هي أكثر لعبة مفضلة لديك في الملاهي؟ هل هي الدولاب؟ أم مثلا السيارات؟ أم الدراجات، الدودة؟ ماذا تحب؟ السفينة. السفينة. لا تخاف من السفينة؟ بالمرة بالمرة؟ لا. يبدو أنك قوي، أرني عضلاتك. أرني عضلاتك، هيا. أها، قوي. إلى اللقاء، أنا خائفة، إلى اللقاء. حسنا، وسنتحدث. أها، أنتم أيضا توأم؟ صديقنا، ما اسمك؟ عبد الباقي. عبد الباقي، أهلا وسهلا بك. عبد الباقي، ماذا تحب أكثر شيء من الألعاب؟ ماذا تحب أكثر شيء؟ السيارات. السيارات، حسنا. وما هي أكثر نوع سيارة تحبها أن تقودها؟ أحمر. لون أحمر، حسنا. نتمنى عندما تكبر أن يصبح لك سيارة لونها أحمر. صديقي، أخبرني أيضا على من تحب أن تعيد في العيد؟ سندباد. يا سندباد، هيا فلننادي عليه. سندباد. سوف يأتي سندباد. سندباد، نريد تحية منك. ما لون سيارتك سندباد؟ أنا أحب سيارة الفراري الحمراء. الحمراء أيضا، أها، يحب مثلك السيارة الحمراء. حسنا حسنا يا صديقي. انظري يا ميس إلى فستق. أهلا أهلا فستق، كيف حالك؟ لقد اشتقت إليك. أهلا فستق، أهلا. ضربي إليك. سندباد، على ماذا تضحك؟ حسنا حسنا، إذا فلنرى أيضا صديقتنا هنا. مرحبا صديقتي زينب. زينب، كيف حالك يا زينب؟ بخير. بخير. سندباد، أين أنت؟ سندباد، هيا فلننادي عليه. سندباد. زينب. الله الله الله. وتحية لزينب سندبادية. حسنا، إذا يا صديقتي يا زينب، على من تحبين أن تعيدي في العيد؟ على أقاربي. أها، من هو؟ وأهلي. جميل. وسندباد. وسندباد، نعم. صديقتي زينب، أخبريني، ماذا تحبين أن تفعلي في العيد؟ أن أذهب إلى أزور أقاربي. إلى أن تذهبي وتزوري أقاربك، نعم. وماذا أيضا؟ هل تحبين مثلا أن تذهبي إلى الألعاب، إلى المطعم؟ وأعيد على أقاربي. أها، جميل، أحسنتي يا زينب، أحسنتي. وهنا صديقي، ما اسمك يا صديقي؟ محمد. محمد، كيف حالك محمد؟ الحمد لله. محمد، أخبرني، كم عمرك؟ سبع سنوات. سبع سنوات. وسندباد، هيا فلننادي عليه. سندباد، نريد تحية سندبادية لمحمد. محمد يا محمد. هيا صفقوا. يا محمد. ومحمد يا محمد. محمد يا محمد. نعم، محمد وزينب صديقتنا، لهم تحية مميزة. حسنا، إذا صديقي يا محمد، على من تحب أن تعيد في العيد؟ على أمي وأبوي وسندباد. أها، ويريد أن يعيد عليك يا سندباد، وعلى والدتك ووالدك، وكل عام وأنتم بألف خير بالتأكيد نقول لهم. حسنا، أما الآن قبل أن نبدأ في المسابقة الثالثة، أصدقائي، تفضل صديقي محمد، اسمك؟ أها، تفضل إلى هنا. ولنرى الآن ماذا ستلعب مسابقة. ساعدوا محمد، هل أنتم مستعدون للفوز معنا اليوم؟ رائع، هذا حماس رائع أصدقائي. إذن تفضل صديقي. وفلنرى الآن ما هي المسابقة. يا مسابقة، أين أنت؟ فلننادي على فستق، هيا فستق. ها هو فستق. فستق يا فستق. فستق، وأخرج لنا ما تخبئ. إذن ها هي المسابقة، ولنرى الآن. أها، صديقي سندباد يلبس زي الدحان. هو سرجي يا مي. المسرجي، حسنا، عليك أنت أن تعرف ما هي الأدوات التي يستخدمها المسرجي. هيا صديقي فلنبدأ. يلا هيا، ساعدوا سندباد، ما هي الأدوات؟ أريد أن أساعد. ماذا؟ أها، حسنا. أين الشاشة؟ أريد الشاشة. أساعد، أرجوكم. أها، حسنا، المكبر. المفك.
المفتاح وماذا أيضا؟ الزرادية. الزرادية أحسن. الزرادية والبرغي. الشاكوش. الشاكوش أحسنت. قية أحسن. الحماية. وماذا أيضا؟ قية الحماية. الشفاط. الشفاط. أحسنت. الشفاط. أها أها رائع. بقيت واحدة. أها ربما كنت تقصدين الضوء صح؟ الضوء الإضاءة. الإضاءة. حسناً أحسنتم. حللنا 4 من 5. رائع. شكراً يا محمد. فلنقول له مبروك مبروك. هيا صفقوا لأنفسكم. مبروك مبروك. نادي صحبك ليهنوك. لك يا محمد. شكرا لك. يمكنك أن تذهب إلى مكانك. ولنرى الآن من فريق المستكشفين من معنا سوف يلعب اللعبة. صديقتي لعبتي دورك؟ نعم تفضل صديقي. أهلا وسهلا. ما اسمك يا صديقي؟ محمد. محمد. هيا صفقوا لمحمد. محمد كم عمرك؟ 11 سنة. 11 عاما. وعلى من تحب أن تعيد؟ على سندباد وعلى أهلي وإخواتي. على سندباد. حسناً سوف ألف الكرسي هكذا. حسن نريد منك أن ترفع صوتك قليلاً. على من تحب أن تعيد؟ على السندباد. على السندباد. هيا فلنادي عليه إذن. سندباد. محمد يا محمد. هيا صفقوا. محمد يا محمد. محمد يا محمد. محمد يا محمد. حسناً. أيوة هي سلام. أها سندباد. حسناً. إذن يا محمد أخبرني ما هو أكثر شيء تحب أن تفعله بالعيد؟ أن أذهب إلى الملاهي وأعيد على أخواتي وأهلي. جميل جميل يا محمد. إذن ما رأيك أن نبدأ المسابقة الآن؟ ولكن نريد منك صوتاً أعلى. هل أنت مستعد للفوز معنا اليوم؟ نعم. هذا ليس حماساً. هل أنتم مستعدون للفوز معنا اليوم؟ نعم. أحسنتم. هذا رائع. إذا فلنرى المسابقة الآن يا صديقي. هيا يا فستان. وهيا يا فستان. نبدأ المسابقة. أها. يا سلام على طيار. يرتدي طيارة. ما هي الأدوات التي يحتاجها؟ هيا صديقي. طيارة. طيارة بالتأكيد. هيا يمكنكم أن تساعدوا. الشنطة. أها. الشنطة. الشنطة أحسنت. يا سلام جواز السفر يا مي. نريد الصورة كاملة. أها وماذا أيضا؟ والكتاب. جواز السفر. أها أحسنت. وماذا أيضا؟ النظارة. النظارة رائع صديقي. بقيت واحدة. والسماعات. وهذا هو الحل الصحيح يا صديقي. هيا صفقوا لأنفسكم. مبروك. هيا فلنقل مبروك. مبروك 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 مبروك. نادي صحبك ليهنوك. مبروك. هيا صفقوا مبروك مبروك مبروك. نادي صحبك ليهنوك. احسنت يا محمد. يمكنك ان تتفضل مكانك. وبهذا اصدقائي يكون هناك الفريقين حصلوا على 3 نقاط يعني تعادل. هناك اصدقاء يبقى بقي لم نتحدث معهم بعد. فلنتعرف على صديقتنا هنا. مرحبا صديقتي. مرحبا. وكم ما هو اسمك؟ سلمى. سلمى. تحيه لسلمى. صديقتي أخبريني ما هو أكثر شيء تحبي أن تفعليه بالعيد؟ ألعب بالألعاب. أها ألعاب مثل ماذا؟ في دولاب. في الدولاب. تحبين الدولاب. وماذا أيضا؟ نطيطة. أها حسنا. أخبريني صديقتي سلمى ما هي هوايتك المفضلة؟ ماذا تحبين أن تفعلي؟ كيف تقضين فراغك يعني؟ بالرسم. بالرسم. جميل. هل أحضرت بعض رسوماتك؟ لا. ماذا تحبين أن ترسمي أكثر شيء؟ أي شيء. سلمى. اهلا اهلا يا سلمى صديقتي. انا ايضا احب الرسم ولدي رسومات كثيره. مايس اخبريها انه بعد العيد تستطيع ان تحضر رسوماتها يا مايس. نعم ساخبرها. ولكن اخبرتها بان لديك رسومات كثيره. نعم فانا رسمتك ايضا. سندباد لو سمحت إذن أحضر بعضا منها إلى الاستوديو. لم أرى شيئا. على ماذا تضحك؟
ماذا تضحك صديقتي؟ أنا أمزح صدقتي. حسناً حسناً. إذا صديقتي سلمى، ما هو أكثر شيء تحبين أن ترسميه؟ بيت. بيت وحوله أزهار. أها حسناً، جميل جداً يا سلمى. طبعا كما قال سندباد، نريد ان نطلب منك بان تبعثي بعضا من هذه الصور على صفحتنا على الفيسبوك المستكشف الصغير حتى نعرضها بعد العيد. اتفقنا؟ اتفقنا. وهنا صديقتي، مرحبا يا صديقتي اسراء. اسراء سندباد، هيا فلنادي على سندباد. اسفه سندباد. يا اسراء اسراء يا اسراء. هيا صفقوا. اسراء يا اسراء اسراء يا اسراء. الله. حسنا يا اسراء. اسراء صديقتي، على من تحبي ان تعيدي بالعيد؟ انها تريد ان تعيد علي. هل احضرتم لي الكعكه والمعقول والعيديه؟ اريد ان اسمع. دائما واثقه من نفسك. بساطي. اها، يريد ان يشتري بساطا جديدا ويريد منك عيديه. هل انت موافقه؟ نعم. كم ستعطي سندباد؟ كم ستعطي من النقود؟ كم دينار؟ اثنين، خمسة، كم؟ خمسة. خمسة دنانير. ستعطيك خمسة دنانير. يا سلام، أنت كريمة جدا يا صديقتي. حسنا حسنا. صديقتي إسراء، على من تحبي أن تعيدي بالعيد؟ سندباد. أها. وأقاربي. أها. وأصدقائي. أها جميل. ونحن أيضا نعيد عليهم جميعا يا إسراء. إسراء، ماذا تحبين أن تفعلي بالعيد؟ ألعب. أها، تلعبين بماذا؟ بالألعاب. بالألعاب، مثل ماذا الألعاب؟ الدولاب. الدولاب، حسناً جميل. وهل ذهبت في العيد إلى الملاهي أم ربما غداً؟ ربما غداً. ربما غداً. حسناً. أنا أحب الألعاب الكهربائية جداً. يا سلام، أحب الألعاب الكهربائية. أريد أن أذهب معك صديقتي، أرجوك خذيني. إذن انتظري لي بعد العيد حتى يعود سندباد وتذهبين أنت وهو. اتفقنا؟ اتفقنا. حسنا، شكرا يا إسراء. ولدينا هنا بطل جميل جدا ويحب سندباد كثيرا. اسمك صديقي؟ حسام. حسام، إذن يا سندباد نريد تحية كبيرة لحسام. سندباد. حسام يا حسام. هيا صفقوا جميعا. حسام يا حسام. هيا غنوا مع سندباد. حسام يا حسام. حسام يا حسام. الله. حسام يا حسام. كل هذا؟ أهلا أهلا صديقي. حسنا حسنا حسام. حسام أخبرني كم عمرك؟ خمس. خمس سنوات. حسام، هل تحب كرة القدم؟ أها، ومن كنت تشجع في كأس العالم؟ البرازيل بالتأكيد. كنت تشجع البرازيل؟ البرازيل؟ أها، البرازيل، كان يشجع البرازيل فعلا. حسنا صديقي، صديقي أخبرني، ما هي اللعبة المفضلة لديك تحب أن تلعبها دائما؟ الدودة. الدودة، حسنا. إنه يحب أن يذهب إلى الملاهي ويلعب الدودة. أها أحسنت. صديقي حسام أخبرني، ما هو أكثر شيء على من تحب أن تعيد في العيد؟ أمي وسندباد. أها، أمك وسندباد. حسناً، ونحن أيضاً نعيد على والدتك سندباد. هناك عيدية لك من صديقنا حسام. الله 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 الله. ماذا؟ لم أسمع جيداً. ماذا عيدية؟ قلت عيدية يا ماي؟ نعم نعم، عيدية. هل تريد أن تعيد عليه كأن تقول له كل عام وأنت بخير، أم أن تريد أن تعطيه نقوداً للسيد سندباد؟ أها، يريد أن يعطيك نقوداً سندباد. يا سلام، سأجمع حق البساط بسرعة. يا سلام، أنا فرح جداً. حسناً حسناً سندباد، شكراً لك حسام وشكراً لك سندباد. إذن أصدقائي، طبعاً كما قلت لكم أو أخبرتكم بأن الفريقين، أها يوجد مسابقة أخرى؟ أها حسناً، جميل جداً. إذن هناك فرصة لكي يلعب أحد مسابقة أخرى. صديقتي، ما رأيك أن تأتي إلى هنا؟ صديقتي اسمك مرة أخرى؟ إسراء، تفضلي إسراء، هيا. إذن هل أنت مستعدة للفوز معنا اليوم إسراء؟ أها، نريد أن نسمعها من هذا الفريق. هل أنت مستعدة للفوز معنا اليوم؟ نعم. حسناً، إذن فلنرى المسابقة. أين هي المسابقة؟ المسابقة يا فستق، هيا فلنادي على فستق. فستق. فستق يا فستق. إذن المسابقة هي عبارة، هل ترين الآن، هذا مطبخ، هناك خمسة أشياء لا يجب أن تكون في هذا المطبخ، عليك أن تلاحظيها وتخبرين بها. اتفقنا؟
أنتم يجب أن تساعدوها. رؤى، سلمى، الجميع. أنا سأساعد. نتمنى أن تكبر الشاشة. هيا لنبدأ. الشاشة، نريد الشاشة كاملة. ارفعي الميكروفون هكذا حتى نسمعك جيدا. هيا صديقتي، بدأ العد. هيا أصدقائي. الخزنة. 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 أين هي الخزنة؟ لا، إنه المنشار. منشار، حسناً. وماذا أيضاً؟ نحن لا نرى الأشياء. أتوقع يوجد سنجاب. أو إنه كلب. كلب. القلم. قلم. القلم. القلم. أين هو القلم؟ الفرشاة. الفرشاة ليس القلم. هيا بسرعة بسرعة. الفرشاة. والكلب. الكلب. هيا بسرعة، الكلب يا أصدقائي. أها. وماذا أيضا؟ الفروحة موجودة في المطبخ أصلا. وماذا أيضا؟ المنطاد. المنطاد يا أصدقائي. المنطاد. المنطاد. نعم، المنطاد. أحسنتي. ويوجد شيء في زاوية الخزانة بسرعة. صحيح إنه هو. يا سلام، صحيح. أحسنتي صديقتي، أحسنتي. هيا صفقوا لأنفسكم. أحسنتي. أحسنتي يا إسراء. إذا فلنغني. مبروك 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 مبروك. انظري إلى هنا. نادي صحبك لي. هيا هيا قولي. أصدقائي، ونقطة رابعة لكم. وهناك سنأخذ أحدا من الفريق. تفضلي صديقتي لأنني وعدتك. هيا تفضلي، سوف أضع الميكروفون هنا. ومعنا صديقتنا زينب. تحية لزينب. هيا جميعا صفقوا لزينب. إذا فلنرى المسابقة الآن. هي نفس المسابقة، ركزوا في الأدوات جيدا، ولكن المكان مختلف. أين هو المكان؟ أها، ها هو. هيا يا فستق. نريد الشاشة كاملة. الشاشة كاملة. إنها غرفة نوم. هناك خمسة أشياء لا يجب أن تكون في غرفة النوم. هيا صديقتي، عليكم أن تحذروها. بدأنا العد. هيا أصدقائي. الشجرة. الشجرة. أحسنتي. لا، إن الشجرة في الغرفة. هذه في الغرفة. حسناً، إذا ماذا؟ المنشار. المنشار الذي على التخت. أحسنت. المفك. المنشار. وماذا أيضاً؟ والمفك. المفك. أحسنتي. وماذا أيضا؟ الطائر. صو 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 صو. السنجاب. قولي هيا. السنجاب. السنجاب. نعم، الشجرة موجودة. الشجرة. سندباد قال إنها موجودة. العصفور. أين هو العصفور؟ صو 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 صو. أين العصفور؟ أين العصفور؟ حسنا، نريد الشاشة هيا كاملة. العصفور. علبة الدواء. بقيت واحدة. علبة. علبة الدهان. علبة الدهان. نعم، أحسنتم أحسنتم أصدقائي. فلنغني لزينب. ماذا؟ مبروك. مبروك 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 مبروك، نادي صحبك ليهنوك. مبروك 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 مبروك، نادي صحبك ليهنوك. إذن أحسنتم أحسنتم. فريق الأبطال وفريق المستكشفين أيضا تعادل. أما الآن سوف طبعا نشكر البنك الإسلامي على الهدايا التي سوف يقدمها للأطفال. هل تريدون توزيع الهدايا الآن؟ إذا تفضلوا. تفضل مي، سيساعدك بتوزيع الهدايا صديق حسام أبو علي. تفضل يا صديقنا حسام. هيا صفقوا جميعا لحسام. وسوف أساعد أنا حسام في توزيع الهدايا. إذن وطبعا نشكر سنتر بوينت للملابس التي قدمها للأطفال، فهي مقدمة من سنتر بوينت. وطبعا نقول للأطفال جميعهم ألف مبروك. وسوف أساعد حسام في توزيع الهدايا. هذه الهدايا للبنات، سوف تكون للبنات. صديقتي تفضلي. مبروك، الجميع سوف يحصل على الهدايا. الجميع. حسناً، إذن المزيد من الهدايا أصدقائي. للبنات. هيا صديقتي ألف مبروك. وهدية أخرى لأصدقائنا جميعاً. نقول لهم كل عام وأنتم بألف خير. صديقتي هنا.
أها يا صديقي تفضل، هدية الأولاد وهدية للأولاد هنا. أها تفضل. أها حسناً، سأطلب منكم، أنت لم تأخذي واحدة. تفضلي يا صديقتي هنا، تفضلي صديقتي، هذه لك. حسناً، سأطلب منك صديق، لم تأخذ واحدة، بقي هنا عندنا صديق. حسناً، أصدقائي إذن أخذ كل الأطفال الهدايا، يمكنكم الآن أن نقول إلى اللقاء. هيا انظروا إلى الكاميرا، هذه الكاميرا، إلى اللقاء بصوت مرتفع، هيا إلى اللقاء. حسناً سوف أساعدكم، سأطلب منكم أن تنزلوا جميعاً وتأتوا إلى هنا.